على المنتاليتي يا دكتور، صح كده؟ طبعا. يعني القصه كلها في العلاج النفسي عاده بيكون بيبدا من المخ طبعا، لا شيء اخر طبعا. ازاي فعلا احنا نوصل مع نفسنا مهما كانت يعني الضغوطات اللي حوالينا والمشاكل اللي حوالينا؟ على فكره في مشاكل فعلا مش بايدينا ان احنا نحلها، فغصب عننا يعني ما ينفعش يجي حد يقول لي روقي، ما هو اروق ازاي؟ ما هو اطلب مني حاجه اعرف اعملها. ما كل ما يزيد الهموم والتهديد كل ما الضغط النفسي يزيد. ما ده يرجعنا لنفس السؤال، نعمل ايه؟ نعمل ايه بقى تاني؟ نعمل ايه؟ نمره واحد، اتفضل. هنعمل زي ورق اي 4 كده بسيطه، زي كشف، زي ما بنعمل منيو في المواسم وفي رمضان، هناكل اول يوم وثاني يوم كده، نعمل منيو بالمشاكل اللي بتقابلنا. مش عايز ورق اي 4، ده عايز فرخ كرتون قد كده حضرتك. ده يعني اهمها. فاول سؤال بيطرح نفسه، ايه الاماكن اللي ما بكون فيها وما بكونش مبسوط؟ افتح قوسين بقى، المدرسه ولا الجامعه ولا البيت ولا النادي كده. ايه الاشخاص اللي لما بشوفهم بفتكر بتعكني او افتكر ان انا عليا التزامات فبقى اندر ستريس؟ الديانه مبدئيا. الاماكن ايه الاماكن كنت مستريح فيها؟ اوكي. الاشخاص، مستر فلان، كابتن فلان، زميلي فلان، عشان اعرف ازاي بعد كده اتعامل معاهم. اوكي. اسال نفسي انا، هل سالت نفسي ان انا المهنه دي مش عجباني؟ مش عايز ابقى طبيب ولا راعي رياضي، او مش عايز ادرس علم رياضه ولا علم علوم؟ طب يا ترى السؤال ده عامل لي ضغط من السنه دي ولا من 2 ولا 3 ولا 4؟ كل ما تزيد الفتره يبقى الضغط ماله كبير. يبقى ده اول سؤال بساله لنفسي. نمره 2، الاب والام، الكوتش اذا كان راجل رياضي، المستر او الميس، يقعدوا مع الولد والبنت يعملوا لهم حاجه اسمها جول سيتنج، بناء الهدف في حياتهم. دي مهاره عظيمه جدا، ازاي نخطط ونحط بلان ونحط اهداف لنفسنا. مشكلتنا احنا بنستورد اهداف، حتى في الرياضه يجيب لك احسن برنامج نيوتريشن مثلا محمد صلاح ميسي، طب ده مش مناسب للاعيبتي ولا بيئتهم ولا ثقافتهم ولا امكانياتهم الاقتصاديه ولا الاجتماعيه ولا السمات وطيب نمط جسمهم ولا حاجات كتير قوي في السوشيال بتاع فنمره واحد ما استوردش اهداف، وادخل على النت لا اشوف ابني الاول بالورقه والقلم بقى هو كم من 10، برافو عليك، قدراته كم من 10 في الثقه، في التركيز، في توزيع انتباهه، في الصلابه النفسيه لما يقعد يذاكر كذا ساعه او يلعب رياضه، كم من 10 في التحمل، في القوه، في السرعه، لو في كانت كذا. الارقام متدنيه يبقى كويس، يبقى السيلف كونسبت مفهومه عن ذاته حقيقي. يعني انا لما اعرف ان انا واقل 4 من 10 هقعد مع كريم يسعدني ابقى 5 6 7، لكن الاشكاليه بقى ان احنا الفراعنه وانا 10 من 10 وابقى مفهومي عن ذاتي غير مفهوم الذات الواقعيه اللي الناس شايفاني بيها، غير مفهوم ذاتي المثاليه اللي انا نفسي اروح لها. على يبقى فكره معلش ممكن اقول حاجه يعني الشكل الطبيعي او المفهوم الطبيعي او الصوره اللي حضرتك بتقولها دلوقتي الواقعيه اللي الناس شايفاني بيها، لا مش شرط، يعني مش شرط انا حكمي على كريم يبقى صح. يعني ممكن كريم يبقى شايف نفسه بطريقه، انا شايفاه بطريقه ستيل، انا شايفاه بمنظوري انا مش شايفاه بالشكل الواقعي. كلام حلو قوي على فكره، ده ديبيندز على حاجات ثانيه، ده امتداد كلامي. لما يكون في جاب ما بين انا شايف نفسي ازاي والناس شايفاني ازاي وانا نفسي ذاتي المثاليه الايديال سيلف بقى عايز ابقى ازاي، يبقى دي اشكاليه بقى تحت ضغط نفسي. لكن لما انا اشوف نفسي سي 7 من 10 وكريم شايفك 9 من 10، معقوله. لكن مش معقوله سوري كريم اشوفك 1 او 0 وانت شايفه نفسك 10 من 10. دي الاشكاليه الكبيره. يبقى ده كونفليكت، صراع نفسي جوايا، انا مش عارف مفهومي عن ذاتي، وبالتالي لما بحط اهداف يا كريم زي ما حضرتك بتقول مش في ضوء قدراتي، يبقى الضغط النفسي زي. يبقى اول علاج للضغط النفسي احط اهداف واقعيه تتناسب مع قدرات الولد او البنت.